السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة فن وحس، ومعاكم مع صبري. والنهاردة إن شاء الله هنعمل سلاوشي دي. الحقيقة الموديل ده جميل جدا وسهل وسريع، وزائد إن هو يقدر يلبس أي مقاس، يعني إيه بيلم ويتفتح على إيه على أي مقاس. الطاقية دي أنا كنت عاملاها قبل كده، عملتها كذا مرة، عليها إقبال ما شاء الله، فأنا قلت إيه نبدأ بيه أول طاقية من طواقي الشتا إن شاء الله. ده نفس الموديل بتاع السلوشي، بس ده انتهت عند مسافة قصيرة، فطاقية عادية، فانت ممكن تمشي على نفس الخطوات، ولو قستيها لقيتيها على قد مقاس الراس خلاص ما تكمليش، وتعملي الجزء بتاع الكابل قدام ده. ودي طاقية دي وردة البف او المنتفخة، وفيها خرزايا في النص. انا برضو عامله لكم فيديو بتاع الوردة المنتفخة قبل كده، هحط لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. ده شكل السلوشي، طاقية وهي مع ملبوسة سلوشي، الاضاءة بس عاملة شوية اهي، تبقى متهدلة كده. فانت ليكي مطلق الحرية، انت عايزاها طويلة ولا قصيرة، بس انا هوريكي الخطوات العمل. ده الباترون بتاع الطاقية، البنات اللي بتحب يبقى معاها الباترون عشان تسهل عليها الشغل. الدايرة اللي في النص دي سلسلة، الخط اللي الواقف ده وعي ده شرطة مايلة، ده عمود، الخط اللي هو العمود اللي فيه حتة ملوية قدام دي عمود أمامي. وبس هما دول الثلاث حاجات اللي أنا هحتاجهم في المشروع ده. انا هشتغل بخيط ناكو سوبر انجرو اهو. ده خيط 65% اكريليك و 35% مهير. لو انت لسه مبتدئه ما تشتغليش بخيط مهير خالص، لان المهير الغلطه الخيط يتقطع، لان صعب ان هو يتفك من بعضيه. ممكن تستخدمي اي خيط، وهتلاقي التعليمات بتاعه الخيط من ورا، وتشوفي الابره اللي انت هتستخدميها. اهو مكتوب لي هنا استخدم ابرة من 3 لـ3.5، والابرة الكروشيه ده تريكو، والابرة الكروشيه ابرة 3.5، انا هستخدم ابرة 3.5 ملي متر. ده درجة اللون لو انت عايزة تعرفيه. هعمل عقدة البداية، هلف الخيط على ايدي كده. البنات المبتدئة لسه اول مرة تشوفني، في دروس للمبتدئات انا عاملاها علشان تشوفي الغرز الاساسية عشان وقت الفيديو. هعمل عقدة البداية وهعمل 5 سلسلة، ادي 1 2 3 4 5. هقفل الـ5 سلسلة دول، هخش في اول سلسلة انا عملتها هنا كده، وهاخد لفة واقفل بغرزة منزلقة. هعمل 3 سلسلة بدل اول عمود، وهعمل هاخد لفة واخش جوه الدايرة اللي انا عملتها من 5 سلسلة، وهعمل عمود عمود، وهعمل كمان عمود، هكملهم 15 عمود غير 3 سلسلة الاولانيين. يعني انا هعمل عملت على عمودين، هعمل كمان 13 عمود غير العمود الاساسي، يبقى في التوتال هيبقوا 16 عمود. عملت 16 عمود، هقفل بغرزة منزلقة في أول سلسلة من فوق أنا عملتها هنا. قلنا ناخد بالنا يا بنات، ناخد الجزئين بتوع السلسلة، عملتها لكم في تزايد الدايرة، تمام. هنعمل تزايد برضو بس بطريقة مختلفة. هنعمل 3 سلسلة بدل أول عمود، وهناخد لفة، وشايفين أول عمود أنا اللي هو السلسلة اللي تحت دي اللي أنا عملت فيها العمود اهو، هدخل الابرة من ورا كده، وهياخد لفة، وهطلع وهعمل عمود، ده اسمه عمود امامي. خلاص اللي بعديها، العمود اللي بعديها اللي هو تاني عمود على طول، هعمل فوقيه عمود. بعد ما عملت فوقيه عمود هاخد لفة، وهعمل نفس العمود اللي انا عملته في عمود فوقيه، هدخل الابرة من ورا كده، وهياخد لفة وهطلع، وهاخد لفة واطلع من اتنين، ولفة واطلع من اتنين، عملت عمود امامي كده. مش انا الدايرة العادية بعمل عمود، وفي اللي هو الدور التاني بعمل عمودين فوق كل عمود، هي نفس الفكرة، بس منهم عمود عادي فوق العمود، والعمود التاني هيبقى عمود امامي. هاخد لفة وادخل فوق العمود التالت، وهعمل
عمود، هاخد لفه نفس العمود اللي انا عملت فوقيه عمود، هاخد احطه كده ورا الابره قدام الابره، وهعمل عمود. ده عمود امامي، هاخد لفه والعمود اللي هيقابلني بعد كده من الدايره الاساسيه هعمل فوقيه عمود، هاخد لفه ونفس العمود اللي عملته فوقيه عمود هعمل عمود امامي. وصلت؟ هكمل لاخر السطر. خلصت الدايره وهقفل في اول سلسله انا عملتها من فوق هنا بغرزه منزلقه كده، تمام. هعمل ادخل هنا، بص انا قفلت هنا، هدخل هنا بعد العمود على طول واعمل غرزه منزلقه، هعمل 3 سلسلة بدل اول عمود، وفي نفس المكان هعمل عمودين، عمود تاني يعني، يبقى كده عمودين، والعمود اللي انا عاملاه امامي اللي هو ده اللي هيبني هدخل ابراهيم من ورا كده واخليه هو القدام، وهعمله برضو امامي، الامامي ده يفضل امامي على طول طول الشغل. خلاص في عمود اهو اللي انا عاملاه من ورا، هدخل جنبيه وهعمل عمود اتنين، عملت عمودين في الفراغ اللي جنب، اعمل عمود جنب العمود اللي انا عاملاه عمودين او في الفراغ اللي جنبي مش فوقيه على طول، وهاخد لفه وهدخل الابره من تحت العمود اللي هو الامامي وهعمل عمود امامي، هاخد لفه اهو هنا في فراغ اهو، لا هسيبه، هسيب فيه عمود اهو، هعمل في الفراغ اللي جنبيه هعمل عمودين وهاخد لفه، والعمود الامامي هخليه امامي لفوق زي ما هو، هكمل لاخر السطر. خلصت السطر وهقفل في اول سلسله انا عملتها من فوق، تمام اهو. خلاص هعمل منزلقه فوق العمود الثاني اللي هيقابلني على طول، وفي فراغ اهو ده العمود الامامي اهو الفراغ اللي قبليه على طول، هعمل منزلقه، هعمل 3 سلسلة بدل اول عمود، وهعمل عمود جنب العمود ده، هعمل سلسلة واحدة وهروح عاملة دي ده العمود، العمود اللي هو الامامي، هدخل الابرة من وراه كده وهاخد لفة وهعمل عمود امامي، هاخد لفة هسيب العمودين اللي جايين بعد كده العمود الامامي الفراغ اللي قبل العمود الامامي على طول، هروح عاملة عمودين في نفس المكان وهعمل سلسلة واحدة وهعمل العمود امامي فوق العمود الامامي كده، هو المهير بيبقى مشعر كده، هاخد لفة هسيب العمودين دول والعمود الفراغ اللي قبل العمود الامامي على طول هعمل عمودين، هعمل سلسلة واحدة وهاخد لفة وهعمل عمود امامي فوق العمود الامامي، العمود الامامي ده ثابت معايا لغاية اخر الطاقية، هاخد لفة و في عندي عمودين هسيبهم الفراغ اللي قبل العمود الامامي على طول هروح عاملة فيه عمودين وسلسلة واعمل عمود امامي فوق العمود الامامي كده، هيبان اهو شايفين الخط المايل ده، هو خط المايل ده العمود الامامي، تمام. هكمل اخر السطر، وصلت لاخر السطر وهقفل في اول سلسلة اهو انا بعمل 3، دي 1 2 3 اللي هي الثالثة من تحت او الاولى من فوق كده بغرزة منزلقة، تمام. هعمل منزلقة في العمود الثاني ومنزلقة في الفراغ اللي هو مكون من سلسلة، مش انا كنت عاملة اهي، كنت عاملة هنا سلسلة، هعمل
تلاتة سلسلة بدل أول عمود، وهعمل عمود جنبيها وكمان عمود، يبقى أنا كده في الفراغ عملت 3 عواميد. هعمل سلسلة واحدة وهاخد لفة، وهعمل هنا ده العمود الأمامي، هعمل عمود أمامي تمام. هاخد لفة الفراغ اللي هو مكون من 1 سلسلة، اللي هو بصوا يعني في عمودين هنا هسيبهم، لا هخش في الفراغ اللي جنب العمود الأمامي واللي قبليه على طول، وهعمل 3. هو الخيط مش بيلمع، مش عارفة في التصوير بيلمع ليه. هعمل 3 عواميد سلسلة، هاخد لفة وهعمل عمود أمامي فوق العمود الأمامي، تاني هاخد لفة هفوت العمودين دول وهخش في الفراغ اللي قبل العمود الأمامي على طول، هاخد لفة وهعمل عمود 2 3، 3 عواميد سلسلة، لفة العمود الأمامي هعمل فوقيه عمود أمامي كده. هتبدأ بقى تبان، هاخد لفة هسيب العمودين دول والفراغ اللي قبل العمود الأمامي على طول هدخل فيه، وهعمل عمود 2 3 في نفس الفراغ سلسلة واحدة وعمود أمامي فوق العمود الأمامي، وهكمل لآخر السطر، لآخر السطر، وهقفل في أول سلسلة أنا عملتها من فوق تمام. لو انت حسيتي هي مفروضة اهي، لو انت حسيتي ان هي مورورة زودي، اعملي سطر تاني بنفس العدد، ما تزوديش اي تزايد علشان تظبط معاكي تمام. هنعمل منزلقة فوق العمود التاني، منزلقة فوق العمود التالت، وهنعمل منزلقة في الفراغ. هنعمل 3 سلسلة بدل اول عمود، وهنعمل كمان عمودين بقوا 3 عواميد. هنعمل 2 سلسلة، وهنعمل عمود أمامي زي فوق العمود الأمامي كده. هناخد لفة والفراغ اللي هو قبل العمود على طول، أنا غيرت لكم خفية عشان حسيت إن دي أوضح. هنعمل 3 عواميد في الفراغ اللي قبل العمود الأمامي على طول، قولولي رأيكم إيه، كده تمام ولا ارجع للاسود تاني؟ وهنعمل 2 سلسلة، وهنعمل عمود امامي فوق العمود الامامي كده. واضحة اعتقد، واضحة عن خلفية الصورة. هناخد لفة ونخش الفراغ اللي قبل العمود الامامي على طول، انا بسيب العواميد كلها ماليش دعوة بيها، وهعمل 3 عواميد سلسلتين، وبعدين اعمل عمود امامي لغاية اخر السطر. اهي اعتقد واضحة. وصلت الطاقية لحد كده، هقفل هنا في اول سلسلة، انا كملت السطر وهقفل في اول سلسلة فوق، هعمل منزلقة على العمود اللي بعديها، دي معروفة بقى كل مرة، ومنزلقة على العمود اللي بعديها، ومنزلقة لغاية ما اوصل للفراغ. هعمل 3 سلسلة بدل اول عمود، وهعمل كمان 3 عواميد، يبقى انا المفروض اعمل كام؟ 4 عواميد في الفراغ ده. هعمل 2 سلسلة وهاخد لفة وهعمل عمود امامي فوق العمود الامامي، بدأ يبان اهو. اتفرجي على الفيديو كله عشان تفهمي الموضوع وبعد كده تشتغلي. هاخد لفة واخش في الفراغ اللي قبل العمود الامامي باين اهو، هتبقى مايلة، تحس بقى الميل هيبدأ يبان. هنعمل 4 عواميد في الفراغ ده،
اربع عواميد ونعمل اتنين سلسلة، وهنعمل عمود امامي فوق العمود الامامي. هناخد لفة، وفي الفراغ ده هنعمل اربع عواميد اتنين سلسلة عمود امامي فوق العمود الامامي كده. تمام، هكمل لاخر السطر بنفس الطريقة. اخر السطر وهقفل في اول سلسلة انا عملتها هنا. قطر الدايرة معايا دلوقتي بقى 16 سنتي. انا طبعا القطر لازم يعدي بالمركز. الطاقية هكمل على نفس الدور ده اللي هو اربع عواميد سلسلتين وعمود امامي، اللي هو هعمل ايه، هو ده اللي انا هكمل بيه بقية الشغل كله لغاية الطول اللي انا عايزاه. هعمل منزلقة في الفراغ، وهعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة بدل اول عمود، وهنعمل عمود اتنين تلاتة وعمود اتنين سلسلة وبعدين عمود امامي. في الفراغ اللي بعديه بدأت تبان صح؟ اعتقد الخلفية دي احسن بكتير من الخلفية التانية. قولولي رأيكم ايه؟ عملت اربعة عواميد سلسلتين، وهعمل عمود امامي فوق العمود الامامي، وهعمل اربع عواميد. هفضل كده لغاية الطاقية. انت لو فضلتي شغالة بنفس الطريقة دي هتلم معاكي شوية، بعدين تمشي شوية هتلاقيها بدأت تلم معاكي. تمام، اهي بصوا بدأ الكيرف يبان اهو، واضح بدأ الكيرف يبان. انا هفضل اكمل كده لغايه ما طول اللي انا عايزاه، وبعد كده اوريكم ازاي هنقفلها من تحت، واذا كنا هنحط لها فيونكه ورده، مش هنحط حاجه خالص، على حسب ما يطلع معانا. وان شاء الله على فكره هعمل لكم بونشو او بلوفر بنفس هو بونشو مدي على بلوفر، يعني هو بونشو بايد بمعصم مقفول، يبقى طقم كامل للطاقية. وكمل الطاقية وبعدين نبقى ان شاء الله نشوف البونشو. اخر السطر وهقفل في اول سلسلة انا عملتها هنا. قطر الدايرة معايا دلوقتي بقى 16 سنتي. انا طبعا القطر لازم يعدي بالمركز. الطاقية هكمل على نفس الدور ده اللي هو اربع عواميد سلسلتين وعمود امامي، اللي هو هعمل ايه، هو ده اللي هكمل بيه بقية الشغل كله لغاية الطول اللي انا عايزاه. هعمل منزلقة في الفراغ، وهعمل واحد اتنين تلاتة سلسلة بدل اول عمود، وهنعمل عمود اتنين تلاتة وعمود اتنين سلسلة وبعدين عمود امامي. في الفراغ اللي بعديه بدأت تبان صح؟ اعتقد الخلفية دي احسن بكتير من الخلفية التانية. قولولي رأيكم ايه؟ عملت اربعة عواميد سلسلتين، وهعمل عمود امامي فوق العمود الامامي، وهعمل اربع عواميد. هفضل كده لغاية الطاقية. انت لو فضلتي شغالة بنفس الطريقة دي هتلم معاكي شوية، بعدين تمشي شوية هتلاقيها بدأت تلم معاكي. تمام، اهي بصوا بدأ الكيرف يبان اهو، واضح
بدأ الكيرف يبان. انا هفضل اكمل كده لغايه ما طول اللي انا عايزاه، وبعد كده اوريكم ازاي هنقفلها من تحت. اذا كنا هنحط لها فيونكه ورده، مش هنحط حاجه خالص، على حسب ما يطلع معانا. وان شاء الله على فكره هعمل لكم بونشو او بلوفر بنفس، هو بونشو مدي على بلوفر، يعني هو بونشو بايد بمعصم مقفول، يبقى طقم كامل للطاقيه. و كمل الطاقية وبعدين نبقى ان شاء الله نشوف البنش. وصلت كده للطول اللي انا عايزاه، حوالي اهو 27 سنتي. انت حابة اهو حابة تطولي حابة تقصري، يعني ممكن تعمليها اقصر من كده تبقى على الراس على طول. انا دي عاملاها تبقى متهدلة شوية من على الحرف. هنبدأ نلمها بقى، هنبدأ نعمل غرزة حشو. هنعمل اول سلسله بدل اول حشو، وهنيجي في اول عمود هيقابلنا وهنعمل حشو. هنحط ستيتش ماركر علشان ما نتلخبطش احنا بادئين منين، عشان الحشو انتوا عارفين ان هي ملهاش مستوى عالي. هنعمل في تاني عمود حشو، فوق تالت عمود حشو، في الفراغ اللي هيقابلني حشو، فوق العمود ده حشو، فوق كل، يعني هو كله حشو فوق كل عمود وفي الفراغ حشو. ادي حشو فوق العمود الثاني، حشو فوق العمود الثالث، حشو فوق العمود الرابع، حشو في الفراغ، وحشو فوق العمود ده. هنعمل كده لغايه اخر السطر، لاخر السطر. وهنا هقفل في اول غرزة حشو انا عملتها في اللي فيها الستيتش ماركر، هقفلها بغرزة منزلقة. هعمل سلسلة واحدة وهشيل الستيتش ماركر وهحطها هنا. عشان الطاقية تلم معانا، لانها طبعا كده مش هتلم مش لما، هعمل في اول غرزة حشو وغرزة حشو، وتاني غرزة حشو وغرزة حشو، وتالت غرزة حشو وغرزة حشو. هاجي عند الرابعة هدخل الابرة واخد لفة ما شلهاش، وادخل في غرزة الحشو اللي بعديها واخد لفة واخد لفة واطلع منهم كلهم. كده انا عملت تناقص في غرزة الحشو. كل اربع غرز حشو هعمل غرزة تناقص، تمام؟ اهو هعمل غرزة حشو، تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، واجي عند الرابعة هروح داخلة هنا واخدة لفة وطالعة، وادخل في الحشو اللي بعديها واخد لفة وطالعة. كده عندي تلات لفات على الابرة، هاخد لفة واطلع منهم كلهم. كده انا عملت تناقص وهكمل لاخر السطر. هعمل غرزة حشو هتبدأ تلم معايا، مش هينفع طبعا نلمها مرة واحدة، هنفضل كده، هنفضل نعمل تناقص كده. وهقيس، يعني انا هلف الدور كله وهقفله وهشوف هيوصل ليه. اخر السطر وهقفل في اول غرزة حشو انا عملتها. انا بالنسبة لي المقاس ده كويس، العرض القطر بتاع الدايرة ده بالنسبة لي كويس. انت بقى هتشتغلي وتقيسي، لو انت المقاس بتاعك لسه واسع قوي عليكي هتروحي عاملة تناقص زي ما احنا عملنا كده، كل اربع تعملي اربعة حشو والخمسة تعمليها تناقص، تمام؟ لو المقاس هيبقى مناسب عليكي حسب بقى انت عايزاها مفتوح، يعني مهوية شوية تلبسيها فوق التحجيبة، او هتسيبي شعرك هتعزيها تبقى سايبة او تبقى ماسكة، حسب كل واحدة محيط راسها، تمام؟ ايا كان، انت بقى لو هي واسعة هتبدأ تعملي السطر برضو ده فيه تناقص، خلاص مقاسها مظبوط. هتروحي مكمله، انا هكمل 3 4 هكمل 4 5 سطور، يعني مسافه قد كده حوالي 2 سنتي بغرز الحشو. هشتغل حشو فوق كل غرزه حشو لغايه ما اوصل لحد اخر الطاقيه واخلصها وهرجع لكم.
ده شكل الطاقية بعد ما خلصت. هي سلاوشي متهدلة من ورا طبعا عشان البنوتة صغيرة، هي دي مقاس كبير عشان البنوتة صغيرة، فهي تحس ان هي كبيرة شوية عليها. بس انا عشان اوريكو شكلها عليها اهي، وان شاء الله يا رب تكون سهلة وحلوة ولذيذة عليكم. هي جميلة قوي بس عشان هي البنوتة الصغننة فمش باينة طبعا قوي فيها، بس حبيت اوريكو الفكرة، ويا رب ان شاء الله تعملوها و تبقى سهلة عليكم. واشوفكم في فيديو جديد، لايك وشير للفيديو، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.